لا 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 يا سعيد، شو هذا؟ معقولة مخلي عيالك كذي في السيارة؟ تدري إن يومياً حوادث المرور تسبب وفاة أكثر من 700 طفل حول العالم؟ والسبب الأساسي الإهمال وعدم الالتزام بقواعد السلامة. في السيارة مكان الطفل هو في الخلف على مقعد خاص مو في حضن أمه، وهالمقعد لازم يكون مناسب لحجم وعمر الطفل. ولما يكبر ننتقل إلى حزام الأمان. في حالة الحوادث الشديدة لا سمح الله، المقاعد الخاصة وحزام الأمان يخففون خطر الوفاة 54% عند الرضع و70% عند الأطفال. وانتبه يا سعيد، حتى عمر السنتين المقعد الخاص لازم يكون مواجه للمقعد الخلفي للسيارة، بين عمر السنتين والخمس سنوات مواجه للمقعد الأمامي، وبسن الدراسة اشتري لهم كرسي يدعم حزام الأمان ليه ما يصير طولهم 144 سنتيمتر. اليوم المشكلة الكبيرة هي استخدام الموبايل في القيادة، واللي يرفع خطر الحوادث 400%. فننتبه من باقي السيارات أكثر لما عيالنا يكونون معنا، وعساكم دوم صحة وسعادة.